الكليل الصالح والمحب البشر، ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الداهرين. آمين. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يبتهج جدا. مبارك أنت قلبه أعطيته ومشيئة شفتيه لم تعدمه. مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، يا من أظهرت الصيادين غزيري إذ سكبت عليه من روح القدس وبهم المسكونة اقتنصت، يا محب البشر المجد ψώθη τη Κύριε εν τη δύναμη σου, άσομε και ψαλώμε τα δυναστείαν σου. Σόμψον ημάς παρακλήτε. حضرت من العلو
لما انحدر العالي يبلبل الألسنة فرق الأمم المقاسمة ولما وزع ألسنة النارية دعا الكل إلى اتحاد واحد أريتم فلذلك نمجد الروح الكل قدسه بأصوات متفقة أنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى الداخر الداخرين إلى الرب نطلب يا رب إلى الرب نطلب أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبح السرافين بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشيروبيم تجد له جميعا في السماوية يا من أخرج كل الأشياء من العدم الموجود خلق الإنسان على صورته يا من يملأ الطالب حكمة الذي يوضع توبة للخلاص Yeah.
السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ή νεφύτευσεν η δεξιάν σου. السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. Χριστόν ενεδίσαστε αλλήλεια. يا رب خلص المؤمنين
المؤمنين يا رب خالص Μακαριωτάτου, Θεοτάτου και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Σιών, πολλά τα έτη. Θεοφίλου του Μακαριωτάτου, Θεοτάτου τε και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Σιών, πολλά τα έθνη. Ο Θεός, Ελλάβου λάπτας απ' το Πάβη, Βαλτζαζίρου λεχτήρα, Πατριάρχη Μαντίνα την Μουκάντας Ορουσιαλήν, Βασάιρα Μαλήφη, Σουρία Λαραβία Βαϊκρά Λόρδον Βαχάν Αγγελίν Βασέον Ιλμουκάτασα Αβούνα Βασαϊδούνα Ιτάκον Σουνούα Βαδίδατα Χριστοφόρος Αλκουλίο Τόχρι Βαλτζαζίν Ιλεχτιράμ المقام من الله رئيسا ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدة Χριστόφορος ελκουλίου τόχρι βαλτζαζίλου λεχτήραμ αλμοκάμα μιν αλλάχι ραϊσα σακίφατιν αλα μαδίνατι κυριακοπόλις ελμοκάντασα المتقدم في الكرامات والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا ورعينا لتكن صنوك عديدة صوتهم السماوات تذيع مجد الله بالمزغين فصل من أعمال الرسل القديسين الأطهار حكمة لما حل يوم الخمسين كان الرسل كلهم معا في مكان واحد فحدث بغتة صوت من السماء كصوت ريح شديدة تعصف وملأ كل البيت الذي كانوا جالسين فيه وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار
فاستقرت على كل واحد منهم فامتلأوا كلهم من الروح القدس وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا وكان في أورشليم رجال يهود أتقياء من كل أمة تحت السماء فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور فتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم ينطقون بلغته فدهشوا جميعهم وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أليس هؤلاء المتكلمون كلهم جليليين فكيف نسمع كل منا لغته التي ورد فيها نحن الفرسيين والماديين والعلاميين وسكان ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنت سواسيا وفريجية وبثينية ونواحي ليبيا عند القيروان والرومانيين المستوطنين واليهود والدخلاء والكريتين والعرب نسمعهم ينطقون بألسنتنا بعظائم الله سلام لك أيها القارم ولكافة الشعب هللويا 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 حكمتون فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر مجد لك يا رب المجد في اليوم الأخير العظيم من العيد كان يسوع واقفاً فصاح قائلاً إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب من آمن بي فكما قال الكتاب ستجري من بطنه أنهار ماء حي إنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به
مزمعين أن يقبلوه، إذ لم يكن الروح القدس بعد، لأن يسوع لم يكن بعد قد مجد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا كلامه قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. وقال آخرون: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: ألعل المسيح من الجليليات؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود من بيت لحم القرية، حيث كان داود ياتي المسيح؟ فحدث شقاق بين الجمع من أجله، وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه يدا. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقالوا لهم: لما لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ هل أحد من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ أما هؤلاء الجمع الذين لا يعرفوا الناموس فهم ملعونون. فقال لهم نيقوديموس الذي كان قد جاء إليه ليلا وهو واحد منهم: ألعل ناموسنا يدين إنسانا إن لم يسمع منه أولا ويعلم ما فعل؟ أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ ابحث وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. ثم كلمهم أيضا يسوع قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة. مجد لك يا رب المجد، اسم الآياتي ذا سبوتا. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا برئيس كهنة وسلمت الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض. مستوي على العرش الشرقي، يا من هو وحده القدوس والمستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده. أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال
ولا تركني لكن أهلني أن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع. أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد، مع أبيك الذي لا إله له ورؤيك الكلية Oh.
ملك الكون. جميعا وجميعا المصريين جميعكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة، الساكنين والموجودين في هذه المدينة وهذه الرعية، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. يا سلامك كنوذ يا كريا يا لا أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع خوية القبر المقدس إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت فينيديكتوس وقسطنطين مع الإيكونوموس سالم رعاة هذه الكنيسة المقدسة الشماس إفلويوس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنها لأسباب مرضية لدى الرب مع الأم إيرينيا وأخويتها في المسيح وجميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة وفي جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحيان والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. Πάντο τενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ιά σατ κάνουτι κάλι εδκουρ ραμπουλ ηλά φι μαλακούτι σαμάουι κουλαχήνιν λάνα ο κουλαβάνιν βα ηλά δάρι δάχηρίν. جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ثيودوروس المتروبوليت أريستوفولوس قسطنطين ورئيس الأساقفة سيلفستروس وجميع رؤساء الكهنة السالف رقادهم والذين خدموا في هذه الأبرشية وجميع الكهنة السالف رقادهم الذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين
الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين وكل وان μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε Ανάησον. Αν γιακούν ένα χάρουν ακούλουχου κάμιναν μου κάντασαν σαλαμί ενώ μπηλα χατία την μην αραμπηνά σαν. Της τα γελιά. Κασαλάμιν μου συνταλάμινα χαμηθαλίνο φούσινα βατσάτινα μην αραμπινάσα εις τα γεπιά ουφράνα χαταγιάνα ου ασάφκαν δουνούμπινα μην αραμπινάσα εις τα γεπιά. Ανού τάμιμα μπακία τα ζαμάνι, χαγιάτινα, πισαλάμινου τον πατέν, μην αραμπίνα σαλ. Ιστα ζημιά ρα. Αντακούνα ο άχυρου χαγιάτινα, μασία τα σαλαμία τα μπιλαχούζεν, ο λάχιστεν ο αζαουάπαν, χασαλαλάντα μην παρήν μασίχη. Αρμαν χουμπίνα σαν Ιστα γεπιά ρα. Πάντα δίκρυν αλκουλία τα αλκαντάς αντία τάχυρα αλφάικα τα αλπάρακαν αλμαζίντα σαϊντάτινα βαλίντατιν ηλάχαντα ημαν αλπατουλία τη Μάρια. Συν αλληνούντιαν φούσιν ο αμπάτουν αμπάταν ου ακούλα χαγιάτιναν λιλμάσι ημιλά. Σε κυρία Μπηραφάκ ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين.
السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. لنكبانا باتنا باتا حتى نعترف بدفاك مكرم. أحبك يا رب. السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق جزاء الجهاد في الجوهر الذي به شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي وتألم وكبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبث من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعطى المعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار التي Stomen kalos, stomen metaphobum, proskomen την Αγία αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشريكة الروح القدس لتكن مع جميعكم. لنرفع قلوبنا فاننا عند الرب لنشكرن الرب واجبا وحقا حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود
ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا. ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. بتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 الرب صباح ملأنا طرق سماء والأرض بنعمتك وصلى في الليالي مبارك الذي نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا الصلب والقبر والقيامة الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيء الرهيب التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية ونرغب إليك ونطلب ونتضرع فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم أمين وأما ما أمين. في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم أمين محولا إياهما بروحك القدوس أمين 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس ومن ملكوت السماوات
والدال لديك لا لدينونة ولا لقضاء علينا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والآباء وسائل الآباء والأنبياء، الرسل والكرزة المبشرين والشهداء المعترفين والمساك، وكل روح صديق توفي على الإيمان، أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها. خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. لا قد ولم تمارسي إبراتك صادقا وأخرتنا سادا الكلمة أولا أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. قل جميعا لك اذكر يا رب ربنا رئيس سافتنا كريستوفروس، وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً من الأيام مفصلاً كلمة حقك باستقامة. وإن جميعاً كافتاً والكافة
خاطرين على فكر كل واحد من الخاطرين جميعكم وجميعكن جميعهم وجميعهن واعطنا أن نمجد فمن واحد قلب واحد نسبح اسمك الكلي إكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل وآن وإلى دار الداهرين آمين. وعظ ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم وروحك أيضا بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا أطلبكم هذه الكرم بين المكرمة التي قدمت وقدست إلى ربنا Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον σως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμην τη Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την αμυρκουλυτεκτινού αγαταπίνου αχαταρίνου αχύντατην ηλα ραμπινάτλου πρόσφυγε. Ότω του αγαλέσου άρκαμα πάντα για λάσου πινιάματικα αν γιακούνα να χάρουν ακούλουκου κάμιναν μου κάντασαν σαλαμίεν ομπιλα χατία την μην αραμπινάσαν. Δυνάμινα ραμπινάσαν ουφράνα κατά γιάννα ουασάφκαν του νουμπινα μινα ραμπινάσαν λασαλιχά του αλμαφικά την ινουφούσινο σαλάμα ηλάλα μινα ραμπινάσαν λανανουτάμινα παγία κασαβάνι χαγιάτινα η σαλάμινα τα ούπετεν μινα ραμπινάσαν Αντακούνα ο άφηρου χαγιάτνα μας ηχεία ταν σαλαμία ταν πιλάχους νεν ολαχίζεν ο αζαουάπαν χασανά λάτα μην παρήν μας ήχιν νεν μάρχουν πεινάσαν. Πάντα σου άινα λιτιχάτ φιλήμαν ο ασαρικάτη ρούχελ κουντούς λινούν διάν φούσινα ο απάτουν απάταν ο ακούλα χαγιάτνα λιλ μας ήχιλ ηλά. واهلنا ايها السيد ان نشكر بداله على ندعوك ابا غير مدينين ايها الاله السماوي ونقول ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الجوار اعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الدائرين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنخني روسنا لرب نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء انظر الذين أحن لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلن حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا
سر مع السائرين في البحر، ورافق المسافرين في البر والجو، واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. بنعمتي ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا. أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هنا غير منظور، أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. لنسغم القدسات للقديسين. الصالح يهديني في أرض مستقيمة. هللويا. الرب يراني فلا يعوزني شيء، في مكان خضرة هناك أسكنني، على ماء الراحة رباني رد نفسي وهداني إلى سبل البر من أجل اسمه. إني ولو سلكت في وسط ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزياني. هيات أمامي مائدة تجاه الذين يحزنونني، دهنت رأسي بالزيت وكأسك تسكرني كالصر، ورحمتك تتبعني جميع أيام حياتي وتسكنني في بيت الرب طول الأيام. للرب الأرض بكاملها المسكونة وكل الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقف في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش لقريبه، هذا ينال بركة من لدن الرب ورحمة من الله مخلصه. هذا هو جيل الذين يبتغون الرب، الذين يلتمسون وجه إله يعقوب. ارفعوا أيها الرؤساء وأبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القوي، الرب القوي في القتال. ارفعوا أيها الرؤساء وأبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب القوات هذا هو ملك المجد. آمنت ولذلك تكلمت وأنا اتضعت جدا. أنا قلت في تحيري كل إنسان كاذب، بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطانيه؟ كأس الخلاص أقبل وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للرب أمام كل شعبه. كريم بين يدي الرب موت أبراره. يا رب إني أنا عبدك، أنا عبدك وابن أمتك، لقد قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب أمام كل شعبه وفي ديار بيت الرب وفي وسطك يا أورشليم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدائرين أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا رب، يا من ولدت من البتول، اعرض عن اثامي وطهر قلبي واجعله هيكلا لجسدك الطاهر ودمك الكريم، ولا ترذلني من امام وجهك ايها المالك الرحمه العظمى التي لا تحصى. المجد للاب والابن والروح القدس. كيف أتقدم بغير احتشام إلى تناول قدساتك أنا غير المستحق؟ لأني إن تجاسرت على الدنو إليك مع المستحقين يبكتني لباسي، إذ ليس هو لباس العرس، وأسبب لنفسي الكثيرة الخطايا الشجبة والدينونة،
فطهر يا رب نفسي من الدنس وخلصني بما أنك محب للبشر الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين آمين. كثيرا تكاثرت ذنوبي يا والدة الإله فإليك لجأت يا نقية طالبا الخلاص فافتقدي نفس الضعيفة وتشفعي إلى ابنك وإلهنا أن يهبني غفران المساوئ التي فعلتها أيتها المباركة وحدك. إذا عزمت أيها الإنسان أن تأكل جسد السيد تقدم بخوف كي لا تلتهب لأنه نار، وإذا عزمت أن تشرب الدم الإلهي للشركة اصطلح أولا مع الذين أحزنوك ثم كل الطعام السري واثقا. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا يا ينبوع الحياة وعدم الموت الصانع كل البرايا المنظورة وغير المنظورة ابن الآب الذي لا بدء له المساوي له في الأزلية وعدم الابتداء، يا من لإفراط صلاحك لبست جسدا في الأيام الأخيرة وصلبت وذبحت من أجلنا نحن العادمي الشكر والفاقدي المعرفة، وبدمك الخاص أعدت جبلة طبيعتنا المنفسدة من تلقاء الخطيئة. أنت أيها الملك الذي لا يموت تقبل توبتي أيضا أنا الخاطئ، وأمل أذنيك إلي واستمع كلامي لأنني أخطأت يا رب، قد أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مستحقا أن أتفرس في علو مجدك، لأني أغضبت صلاحك إذ خالفت وصاياك وما أطعت أوامرك. لكن أنت يا رب بما أنك غير حقود وطويل الأنات وجزيل الرحمة لم تسلمني لأن أهلك بأثامي متوقعا رجعتي على كل حال، لأنك يا محب البشر قد قلت بواسطة نبيك أني لست أشاء موت الخاطئ بل أن يرجع ويحيا، لأنك أيها السيد لم تؤثر أن تهلك جبلة يديك ولا تسر بهلاك البشر بل تشاء أن يخلص الكل ويقبل إلى معرفة الحق. فلذلك وإن كنت أنا غير مستحق للسماء ولا للأرض ولا لهذه الحياة الزمنية إذ قد أخضعت نفسي بجملتها للخطيئة وعبدتها للذات وعطلت صورتك، لكن بما أني صنعتك وجبلتك لم أيأس من خلاصي أنا الشقي، فأتقدم واثقا بتحننك الذي لا يحصى. فاقبلني أنا أيضا أيها المسيح المحب البشر كما قبلت الزانية واللص والعشار والابن الشاطر، وارفع عني حمل الخطايا الثقيل يا رافع خطيئة العالم، وشافي أمراض البشر يا من تدعو المتعبين والثقلي الأحمال إليك وتريحهم، يا من لم تأتي لتدعو الصديقين بل الخطأ إلى التوبة، طهرني من كل أدناس الجسد والروح وعلمني أن أتقن القداسة بخوفك لكي إذا ما اقتبلت نصيب قدساتك بشهادة نقية لضميري أتحد بجسدك المقدس ودمك الكريم. أبنائي كل سنة وأنتم سالمين. اليوم الكنيسة منعيش معها عيد عظيم اللي هو أحد العنصرة حلول الروح القدس على التلاميذ الرسل الأطهار. هذا اليوم انولدت الكنيسة لما الرسول بطرس وعظ المؤمنين ووعظته اللي فيها كل واحد من الموجودين كان يسمع لغته، آمن بالمسيح وأول 3000 نفس انضمت للكنيسة لجسد المسيح بهذا اليوم. هاي الكنيسة اللي أسسها الرب والمخلص وهو على الصليب على الجلجلة لما كمل كل شيء من أجلنا مكابداً الموت الطوعي حتى نكون شركاء في قيامته المجيدة وصعوده إلى السماء، واليوم نكون شركاء بحلول الروح القدس اللي هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس، نعمته تحل على الكنيسة وعلى المؤمنين. هذا الوعد اللي حكاه المسيح، لن أترككم يتامى ولكن رح أرسل إليكم المعزي الروح القدس اللي من الآب ينبثق اللي هو
رح يعلمكم عني كل شيء. من لحظة حلول الروح القدس على الكنيسة، على الرسل القديسين، والروح القدس هو البقود الكنيسة، هو اللي ساكن فيها، هو اللي بيتمم أسرارها المقدسة، هو اللي بيحول الخبز والانبيد لجسد ودم المسيح، هو اللي بيعمل الكهنة، هو اللي بيتحد الرجل بالمرأة في سر الزواج المقدس، هو اللي بيعمل بحلوله الزيت المقدس لشفاء النفوس والأجساد. مواهبه وحلوله اللي بتم بمعمودية كل واحد منا لما منتعمد في جرن المعمودية ومنلبس المسيح القائم من بين الأموات من خلال تغطيسنا الثلاثي، لما منتغطس في المي منموت ومنقوم مع المسيح. مواهب الروح القدس اللي منخدها ونحن أطفال لما منتعمد بعد سر المعمودية، لما بمسحنا الكاهن بالميرون المقدس اللي هي مواهب الروح القدس، وبحكي وبختم كل عضو من أعضائنا بختم الروح القدس لما بحكي ختم موهبة الروح القدس أمين، وبختم كل عضو من أعضائنا حتى كل عضو يكون مختوم بختوم الروح القدس بمواهب الروح القدس اللي هي موجودة فينا، ونحن من واجبنا المسيح الروحي إنه نفعلها، إنه نخلي مفعولها حي في حياتنا، ما نطمرها، ما نطمر مواهب الروح القدس، وما نخلي أوساخ وملوثات هذا الزمن إنها تدفن مواهب الروح القدس فينا، ونبطل نسمع صوت الروح القدس، صوت الله، صوت ضميرنا الحي اللي هو صوت الروح القدس ومواهبه اللي أخذناه بالمعمودية وبسر الميرون المقدس. هذا واجبنا في هذا اليوم أبنائي، ونحن منعيش حدث العنصرة ما في الكنيسة، كيف كل واحد منا بده يحافظ على مواهب الروح القدس اللي أخذها بمعموديته بالميرون المقدس. بده يشوف كل عضو من أعضاء جسده، هل هو يعمل للمسيح من أجل المسيح؟ لمين بيعمل؟ أعضاء جسده، فكره، قلبه، لمين بيعملوا؟ هل بيعملوا للمسيح أم يعملوا للعالم ولرئيس هذا العالم للشيطان؟ هون منا نأخذ موقف، هون منا نبرش، نعود لذاتنا ونراجع أنفسنا حتى نقدر من خلال التوبة وعودتنا لله إنه نصوب أمورنا. كثيرين بتكلموا في هذا الزمن اللي صعب، وأنا عارف الصعوبات اللي منمر ورح نمر فيها، إما كانت صعوبات سياسية أو اقتصادية أو أسرية أو اجتماعية أو حتى كناسية من أزمات اللي رح نمر ومنمر فيها. بدي أحكي لكم شيء أبنائي، ما تخافوا، خلوا إيمانكم قوي بالله اللي هو ضابط الكل وهو مدبر حياتنا. إذا نحن منثق فيه ومنؤمن فيه هو رح يعتني فينا، ما في داعي نفكر ولا نخاف ولا نقلق، ولكن في داعي إنه نصلي ونتوب ونصوم حتى ربنا يرحمنا برحمته وغضبه ما ينزل علينا. فبالتالي مش لازم نقدم له زي ما بشوف في كثيرين قلق، اضطراب، خوف من الآتي. نحن لا، ما منخاف، نحن منعرف كيف نتوب، نحن منعرف كيف نصلي، نحن منعرف كيف نرجو بإلهنا وكيف نؤمن فيه، كيف منصوم ونصلي حتى غضبه ما يشملنا، ولكن رحمته هي اللي تشملنا وهي ترحمنا وهي ترفع عنا وتبعد عنا كل عدو ومحارب. وهون بتكون رسالة الكنيسة أبنائي، انتبهوا لشيء أنا من واجبي كأسقف أحكي لكم إياه. كثيرين بشوف عصرنا هو زمن استهلاكي،
لأنهم خلونا إن نكون مستهلكين، دايماً منا نستهلك ما منا ننتج إشي. هاد شيء كتير مهم، بلشوا من الإشي الصغير. هاي هي رسالة الكنيسة كمان إلكم في هذا اليوم، حتى نتحدى هذا التيار الاستهلاكي اللي سائد في عصرنا، اللي شو بده إيانا؟ بده إيانا نكون عبيد للسيستم، للنظام الموجود، حتى نقدر يمشونا زي ما بدهم، لأنه نحن وقتها منكون عبيد مقيدين، لأنه مش قادرين نتحرر من كل القيود اللي حطوها علينا. ولكن نحن خلينا كأبناء الكنيسة إنه تدريجياً نحاول ننتبه إنه نطلع من هذا المفهوم الاستهلاكي لنمط حياتنا وتفكيرنا، وما نطلب الكثير، ما نتطلع على التاني شو في عنده، ولكن نشكر ربنا على اللي عنا إياه، نعتز ونفتخر، ونحاول إن نعيش بركة القليل. قديش في بركة في الشيء البسيط القليل؟ كتير مهم إنه هذا الإشي نشوفه. عشان هيك مهم كيف منفتح حنفية المي في البيت، قديش منترك الأضوية مضوية في بيوتنا، كيف منتعامل مع كل الأمور المادية الموجودة في داخل بيوتنا، نتعامل معها بتدبير، كيف ما نكب الأكل، كيف نقدر نهيئ أكلنا في بيوتنا وما نتعود إنه نشتريه جاهز من برا، كيف تقدر الأسرة تقعد مع بعضها البعض على مائدة وما تخلي بصحنها بواقي اللي ينكب في سلة النفايات. حرام إن منكب أكل، حرام، علينا إن ننتبه، ولا حبة رز ما تنكب، ولكن كل واحد يكون مدبر ومؤتمن على الإشي اللي عنده وأعطاه يا ربنا. نعم أبنائي، لازم ننتبه على كل شيء بسيط وصغير بيبين في أعيننا إنه بسيط وصغير، ولكن هو كتير ومهم، لأنه في بركة، وإذا راحت هاي البركة يويلنا وقتها، ولا إشي ما رح يشبعنا، رح نضلنا جوعانين، ورح ننتقل من جوع لجوع ومن أزمة لأزمة ومن مال لمال. بشوف كتيرين قديش بتداينوا في هذا الزمن، وقديش بتراكم عليهم ديون للبنوك ومش مال ويمين. اكتفوا أبنائي بالعندكم، ما تورطوا حالكم اقتصادياً أكثر وأكثر. نعم رح يكون في ضيق، ولكن علينا أنه نتحمل هذا الضيق، وهذا هو نوع من جهادنا في هذا الزمن، الجهاد الروحي، كيف نقدر أنه نكتفي بالقليل اللي عنا وما نتورط في السيستم المالي والنمط الاستهلاكي اللي بدهم يعيشونا من خلاله نكون عبيد. عشان هيك بدهم يحاولوا من خلال المادة والفلوس إنهم بعدين يحلوا كل قضايانا، وهون نحن لازم نكون واعيين إنه قضايانا الاجتماعية والوطنية والروحية ما بتنحل في المادة ولا في الفلوس، ولكن بتنحل من خلال حياتنا الروحية وعملنا الروحي السليم مع ربنا، مع بعضنا البعض، ومع الكنيسة. أبنائي، كل سنة وأنتم سالمين، نعمة الروح القدس تتسربل على كل واحد منكم حتى تخدوها معكم لبيوتكم وتعيشوها بحياتكم. وكل ما كل واحد منكم، خلينا كلنا مع بعضنا نفعل مواهب الروح القدس اللي أخذناها بسر المرون المقدس وبمعموديتنا، حتى نقدم لربنا قداسة، حياة روحية ونعمة وبركة في زمن اللي عمالهم بدهم إيانا نكون إبعاد عن المسيح والكنيسة. أبنائي، كمان شي اليوم حابب أحكي لكم إياه. أكيد كلكم سمعتوا عن قضية باب الخليل. أبنائي، برضو من واجبي كأسقف إنه أحكي لكم الآتي. نعم، المدينة المقدسة بتمر في ظرف كتير صعب، وأنا سبق وحكيت لكم هذا الشيء عديد من المرات، وشفنا جلالة سيدنا الملك قديش حكى عن صعوبة الوضع والأيام الصعبة اللي منمر ورح نمر فيها. نعم، القدس بتمر في أزمة، وعمالنا منشوف إنه مخطط دولي بنحكى عنه كصفقة القرن،
وما منعرف شو ملامح هاي الصفقة، ولكن مش رح تكون للخير. فيها كتير تشويش، فيها اضطراب، وفيها تقسيم غير عادل، وفيها حلول غير عادلة لقضايا كتير من قضايانا الوطنية. عشان هيك طلبت منكم قبل الصلاة، ولكن بقضية باب الخليل بدي تعرفوا الآتي أبنائي. كان عندنا المجمع المقدس يوم الخميس الماضي، وتم تداول قرار محكمة البداية الإسرائيلية اللي فيها اتخذت فنادق باب الخليل من البطريركية من الكنيسة. وهون بدي يكون مفهوم أبنائي، البطريركية والكنيسة مش هي إشي ضدنا ولا هي إشي غريب عنا، نحن البطريركية، نحن الكنيسة، مش الكنيسة جسم آخر والبطريركية جسم آخر ونحن جسم ثاني، نحن كلنا واحد، نحن الكنيسة، نحن البطريركية. وهون مهم إنه نعرف الآتي، نعم طلع قرار البداية وطلع قرار الاستئناف، وأعطت هدول الفنادق المحكمتين الإسرائيليتين للمستوطنين. ومنعرف إنه قرار المحكمة مش قرار قانوني ولكن قرار سياسي بامتياز. وهون كلنا منتألم وقلبنا مجروح للوضع اللي فيه القدس واللي فيه هدول القرارات اتخذت، لأنه هدول الفنادق هم في مكان استراتيجي في مدينة القدس، بتواصلوا من باب الخليل، يعني مدخل المدينة المقدسة من جهة باب الخليل، مروراً للبطريركيات ولكنيسة القيامة ولحي النصارى. فبالتالي كلها مواقع استراتيجية اللي فيها الوجود المسيحي. فبالتالي وضع الاستاتيكو تبع مدينة القدس هو مهدد بهاي القرارات، والوجود المسيحي أصبح أكثر مهدد بسبب هاي القرارات المجحفة اللي اتخذت بحقنا، بحق الكنيسة. وهون علينا إنه نعرف إنه البطريركية وصاحب الغبطة والمجمع المقدس عملوا وبيعملوا كل ما هو مستطاع حتى إنه نوقف هذا العدوان وهذا المخطط اللي بتقوم فيه المستوطنين في مدينة القدس تحت غطاء المحكمة البداية والاستئناف الإسرائيلية. وهون أبنائي كتير مهم إنه نعرف، نحن شايفين شو بيصير بمدينة القدس سياسياً، ومنعرف قديش قوة عظمى عمالها بتتدخل حتى تفرض واقع على مدينة القدس. نحن مدينة القدس لازم ورح تبقى حية في قلب كل واحد منا، وهون رح نحافظ على كل حقوقنا وعلى وجودنا في المدينة المقدسة وفي بلادنا المقدسة. مدينة القدس هي حية في كل قلب من قلوبنا، طالما فينا في عروقنا دم ونحن أحياء، وهذا رح نسلمه لأبائنا، لأولادنا ولأحفادنا زي ما استلمناه من أبائنا وأجدادنا. وهذا الشيء أبنائي هو اللي من خلاله من نحافظ على الهوية الروحية لمدينة القدس، لأنه بالنسبة إلنا القدس ومدينة القدس ما إلها فقط بعد وطني وسياسي ووجودي بالنسبة إلنا، لأنه هي مدينتنا المقدسة، ولكن بالنسبة إلنا فيها كنيسة القيامة والأماكن المقدسة، فيها في كل شارع من شوارعها مسيحنا وإلهنا مشي، في كل مكان من أماكن القدس تابد الألام المسيحنا وإلهنا فيها. فنحن علينا مسؤولية إنه نحافظ على هويتها الروحية والوطنية، ولكن على هاي الهوية الروحية وملامح المدينة ما تهود ولكن تبقى مسيحية إسلامية ويهودية، وكل واحد يحافظ مكانه. نحن منقبل الكل، هاي حضارتنا الشرقية فيها كل واحد موجود، نحن مش ضد أي حد ولا منا ننفي أي حد، ولكن
نحن من نحافظ على حقوقنا الموجودة غد. فبالتالي اللي النهاية بدي أحكي لكم إياه إنه صاحب الغبطة والمجمع المقدس أخذنا كل الإجراءات اللي لازمة في المرحلة الماضية، وفي إجراءات رح تتخذ هلأ حتى بعد قرار محكمة الاستئناف. مش لازم نفقد الأمل ولا لازم نيأس ولا لازم نستسلم، ولكن رح يكون في باب انفتح، ربنا يمكن فتحه ما بنعرف، ولكن في باب جديد انفتح اللي عماله الفريق القانوني شغال في هاي اللحظات حتى يقدم الطعن وعودة فتح القضية من أول وجديد، حتى نقدر إنه نسترد ونسترجع حقوقنا اللي سلبت منا بقرار سياسي مش قانوني. وهون بدي أنوه محبتكم أبنائي، لأنه بيحكوا لي كثيرين على وسائل الاتصال، أنا مش موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، ما عندي وقت ولا بفهم فيها، ولكن الحوالي بيحكوا لي في كثيرين بتهجموا على الكنيسة على البطريركية، وكأنه الكنيسة والبطريركية هي إشي ثاني عنا. هون مهم أبنائي ما نحول الخلاف بهاي المرحلة لخلاف بين فئة وفئة، نحن لازم نكون كلنا متوحدين مع صاحب الغبطة والمجمع المقدس وكنيستنا حتى نقدر إنه نحافظ على حقوقنا وعلى وجودنا، وكلنا ملتفين حول جلالة ملكنا المعظم بسياسته ورعايته ووصايته للأماكن المقدسة. هون دورنا وهون مسؤوليتنا. فبالتالي ننتبه، ما منا ننقسم، ما منا نكون مجموعات اللي واحدة ضد الأخرى، كلنا متفقين وكلنا متوحدين في حبنا للقدس ولمدينة القدس وحبنا لوطننا وحبنا لأردننا ولفلسطيننا، وكلنا متحدين ومتفقين على هاي المسلمات. ما في داعي نضلنا نتكلم فيها في الإعلام، لا، علينا نفعل بالصمت، كل واحد فيكم يقضي دوره من مكانه حتى نكون كلنا متوحدين ونصلي حتى ربنا يساعد الفريق القانوني ويساعد غبطة البطرك والمجمع المقدس والكنيسة حتى نتصدى لكل هاي الهجمات الشرسة القوية اللي كل العالم العربي مش قادر إنه يتصدى إلها، وإنتوا شايفين الطيار وين رايح. فربنا يساعد، ربنا يحمي أبنائي، وعشان هيك هاد بده منا كلنا صلاي وموقف وحدة اتحاد مع بعضنا البعض بروح المحبة، محبة المسيح اللي هي دايماً بتجمعنا. أبنائي كمان مرة كل سنة وانتوا سلمين، نعمة ربنا تكون معكم. نحن هلأ رح نتمم القداس الإلهي، بعدين رح نبلش رأساً بصلاة الغروب، غروب الروح القدس، لأنه بكرة عنا اثنين الروح القدس اللي هو اليوم الوحيد بالسنة اللي مخصص للروح القدس، لأنه نحن منعيش حدث العنصرة، فبكرة هو عيد الروح القدس، الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس، آب وابن وروح القدس، بكرة اثنين الروح القدس. عشان هيك طول الأسبوع هاد هو أسبوع العنصرة، أسبوع الروح القدس. عشان هيك حتى ولا الأربعاء الجاي ولا الجمعة الجاي ما فيهم صيام، ولكن فيهم صلاة، محبة وعمل روحي، حتى نقدر إنه زي ما حكينا نفعل مواهب الروح القدس فينا. كل سنة وأنتم سالمين أبنائي، نعمة وبركة ربنا إلهنا المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس تكون معنا أجمعين، أمين. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، هللويا. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. الله الرب نارا لنا مبارك التي باسم الرب. يلا اطلع. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، يا من أظهرت الصيادين غزيري الحكمة، إذ سكبت عليهم الروح القدس.
كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قدساتك لاهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. تناوانا سال المسك للهي المقدسة تاهرة يرى المائدة السماوية المحية رهيبا فلنستقيم ونشكر ربك كشكر. نشكر الرب دائما. أودت وخالص وأرحم أكفالنا يا لك بنعمتي كيريا ليسا بعد سؤالنا أن يكون أخرنا كله كاملا مقدس السلامية بلا خطية لنودي أنفسنا وبعتنا بعدا وكل حياتنا للمسيح إلى لك يا رب. إننا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. فاجعل طرقنا قويمة وثبتنا جميعا في خوفك واحفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. لنخرج بسلام من الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك أيها السيد القديس. يا رب يا من تبارك الذين يباركونك تقدس الذين يتكلون عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ ملء كنيستك قدس الذين يحبون بها بيتك انت شرفهم وذلك بقدرتك الإلهية ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك وبالسلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك لكل عطية صالحة كل موهبة كاملة هي من العلوم حذرة من لدنك يا بلانوار لك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن كله عن دار الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. وأنا مكيري وإبلاهيم إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من أرسلت الروح الكلي قدسه على تلاميذك الرسل القديسين الأطهار على هيئة ألسنة نارية أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل الحياة
بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأسباب، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء ساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر، والقديس العظيم في الشهداء خريستوفوروس وأمنا البارة مريم المصرية، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة قداس الإلهي، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح المحب البشر. سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا رب لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. هلم نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. باركي يا نفس الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا، الاعتراف عظم الجلال تسلبرت. اللابس النور مثل الثوب، الباسط السماء مثل الخيمة، والمسقف بالمياه على لي، الذي جعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحاً وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين، رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه من انتهارك تهرب، ومن صوت رعدك تجزع، تصعد الجبال وتنزل البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها حداً فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض، الذي يرسل العيون في الشعاب وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياد، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها، الذي يسقي الجبال من علليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزاً من الأرض والخمر يفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهرودي تتقدمها، الجبال العالية للأئلة والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعته حتى المساء، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك،
هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار، هناك تسلك السفن. هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيراً، تصرف وجهك فيضطربون، ترزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون، وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب أعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد، ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي، وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب، ليبد الخطأ من الأرض والأثم حتى لا يوجد فيها. بارك يا نفس الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلم فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد الآب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى ربنا نطلب. من أجل سلامنا الأولى وخلاص نفوسنا إلى ربنا نطلب. رب ارحم. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا نطلب. يا ليسوا. من أجل المسيحيين الخسانية العبادة الأرثوذكسيين إلى ربنا أطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا كريستوفورو. سبولاتي ثسبوتا. والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى ربنا أطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين ساكنين فيها إلى ربنا أطلب. يا رب ارحم. من أجل أهدان الأخوات وخصب الأرض بثمار ووقات سلام إلى ربنا أطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البار والجو والمردم والمخزونين والأسرى وخلاصهم إلى ربنا أطلب. يا رب ارحم. من أجل هذا الشعب الواقف المنتظر نعمة الروح القدس إلى ربنا أطلب. يا رب ارحم. من أجل الذين يحنون قلوبهم وركبهم أمام الرب إلى ربنا أطلب. من أجل أن يقوينا الرب لبلوغ النهاية حسن الإرضاء له إلى الرب نطلب. من أجل أن يرسل علينا رحمته الغنية إلى الرب نطلب. من أجل أن يقبل إحنا ركبنا كالبخور قدامه إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المحتاجين المعونة من الله إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب.
رب وارحم. اغضض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. اليوم الأمم كافة في مدينة داوود عاين المعجزة لما انحدر الروح القدس في ألسنة النارية كما نطق لوقا اللائد بالله لأنه قال في اجتماع تلاميذ البشير صار رفيق كهب برياح عاصفة وملأ المنزل الذي كانوا فيه جالسين وابتدعوا كلهم يطلقون بألفاظ غريبة واعتقادات غريبة وتعاليم غريبة للثالوث الأقدى. من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي في أقوالك توكلت نفسي على الرب اليوم الأمم كافة في مدينة داود عاين المعجزات لما انحدر الروح القدس بألسنة نارية كما نطق لوقا اللهج بالله لأنه قال في اجتماع تلاميذ المسيح صار هفيف كهبوب رياح عاصفة وملأ المنزل الذي كانوا فيه جالسين وابتدعوا كلهم ينطقون بألفاظ غريبة
واعتقادات غريبة وتعاليم غريبة للثالوث الأقدس. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتاكل إسرائيل على الرب، إن الروح القدس كان دائما وكائن وسيكون، لأنه ليس له ابتداء ولا له بالكلية انتهاء، لكنه لم يزل منتظما مع الآب والابن ومعدودا حياة ومحييا نورا ومانحا للضياء، صالحا بالطبع وللصلاح ينبوعا، الذي به يعرف الآب ويمجد الإب ويفهم من الكل أن قوة واحدة ورتبة واحدة وسجدة واحدة للثالوث الأقدس. سبحوا الرب جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب، إن الروح القدس نور وحياة وينبوع حي عقبي، روح حكمة روح فهم صالح مستقيم عقلي رياسي مطهر للهفوات، إله ومؤله نار من نور بارزة، متكلم فاعل مقسم للمواهب، الذي به الأنبياء كافة ورسل الله مع الشهداء تكللوا، سمعة مستغربة، رؤية غريبة، نار مقسومة لتوزيع المواهب. Oh.
أيُّ إله عظيمٌ
ابتدأت هذه تغيير يمين العلي. أي إله عظيم مثل إلهنا أنت هو الله الصانع عجائب واحدا. ذكرت أعمال الرب لأني أتذكر منذ القديم عجائبك. أي إله عظيم مثل إلهنا أنت هو الله الصانع عجائب واحدا. أيها الرب الطاهر الذي لا عيب فيه، الذي لا بدء له، الذي لا يشاهد ولا يدرك، الذي لا يستقصى أثره، الذي لا يتغير، الذي لا يقاس غير المحدود، العادم الشر، الحاوي وحده عدم الموت، الساكن في النور الذي لا يدنى منه، الصانع السماء والأرض والبحار وكل ما خلق فيها، المانح للكل طلباتهم قبل الطلب. منك نطلب وإليك نسأل أيها السيد المحب البشر، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية، الذي علم أولاً بالقول وأخيراً أبان ذاك بالفعل، الذي لما صبر على الآلام المخلصة منحنا نحن عبيده الذليلين الخطأ غير المستحقين رسماً ونموذجاً بأن نقرب توسلات بإحناء العنق والركب من أجل خطايانا وجهلات الشعب. فأنت إذن أيها الرب الكثير الرحمة الواد البشر، استجب لنا في أي يوم ندعوك، وخاصة في هذا اليوم الخمسيني الذي فيه بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، أرسل الروح القدس على تلاميذه الرسل القديسين واستقر على كل واحد منهم، فامتلأوا جميعهم من نعمته الإلهية التي لا تفرغ، وتكلموا بألسن أخرى وتنبأوا بعظائمك. فاستجب لنا الآن نحن المتضرعين إليك، واذكرنا نحن الذليلين المدانين، ورد سبي نفوسنا، إذ لنا عندك شفيع وهو حنوك الخاص. اقبلنا نحن الجاثين لديك والهاتفين إليك قد أخطأنا وإليك ألقينا من الحشا، ومن بطن أمنا أنت إلهنا، إلا أن أيامنا قد فنيت بالباطل فتعرينا من معونتك وعدمنا كل جواب، لكن نحن واثقون برأفتك صارخون إليك. خطايا شبابنا وجهلنا لا تذكر، ومن خفاياتنا نقنا، ولا ترفضنا في زمن الشيخوخة، وعند فناء قوتنا لا تتخلى عنا، وقبل أن نعود إلى الأرض أهلنا أن نعود إليك. انظر إلينا بإشفاق وإنعام،
وقابل مآثمنا برأفاتك، وتغاض عن كثرة زلاتنا بعمق تحننك. اطلب يا رب، اطلع يا رب من علو قدسك على شعبك هذا الواقف المنتظر منك الرحمة الغنية، وافتقدنا بخيريتك، ونجنا من حكومة الشيطان، واحفظ حياتنا بنمويسك المقدسة الجليلة، وودع شعبك عند ملاك أمين حافظا، واجمعنا كافة إلى ملكوتك. هب صفحا للمتكلين عليك، واترك لنا ولهم خطايانا، وطهرنا بفعل روحك القدوس، وأزل عنا حيل العدو. مبارك أنت أيها الرب السيد الضابط الكل، المنير النهار بالنور الشمسي، والمبهج الليل بشعاع القمر، المؤهل إيانا أن نقطع طول النهار وأن ندنو من مبادئ الليل. استمع إلى طلباتنا نحن وكل شعبك، واغفر لنا جميعنا خطايانا الطوعية والكرهية، واقبل ابتهالاتنا المسائية، وارسل كثرة رحمتك ورأفتك على ميراثك. أحطنا بملائكتك القديسين، سلحنا بسلاح عدلك، سيجنا بحقك، احفظنا بقوتك، وانقذنا من كل شدة ومن جميع غش المعاند، وامنحنا هذه العشية الحاضرة مع الليلة المقبلة وكل أيام حياتنا أن تكون كاملة مقدسة سلامية لا خطأ فيها ولا شك ولا تخيل، بشفاعات القديسة والدة الإله وجميع القديسين. وادد وخلص وارحم واحفظنا بما يا الله، واحفظنا من نعمتك بعد ذكرنا الكل القدس طاهر الفائق البركة المجيدة سيدتنا واتلة الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله، لأن لك أن ترحمنا وتخلصنا المسيح لهنا، ولك أن نرسل المجد أيها الآمع بك الذي لا بد له ركا لكل قدس صال والمحيلان كل وان دار الداهرين. أمين. لنقل كلنا من كل نفوسنا من كل نياتنا، لنقل أيها الرب الضبط الكل لا بان نطلب إليك فاستجيب ورحم يا رب ارحم يا الله كعظيم رحمتك، نطلب منك فاستجيب ورحم أيضا نطلب من أجل المسيحيين عصر العبادة الأرثوذكسيين يا رب ارحم يا رب ارحم، أيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس رئيس أخفتنا كريستوفروس وكل إخوتنا في المسيح، وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والعافية والسلام والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين عزل العبادة الأرثوذكسيين المنضوين إلى هذه الكنيسة المقدسة وكلاء المحصين لها ساكنين والموجودين في هذه المدينة مع نساء مولاد من أجل افتقادهم والصفع عنهم وغفران خطاياهم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، وأيضا نطلب من أجل المطوبي دائم ذكر بني هذه الكنيسة المقدسة، ومن أجل جميع الراقدين من أبائنا وأختنا الأرثوذكسيين ثاوينا هنا في كل مكان يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، وأيضا نطلب من أجل مطوبي سايدي ذكر أنتيموس بني كالبوس وثناسوس وكريلوس بروكوبيوس وريثاوس جراسيموس نيقوديموس ودميانوس وتيموثاوس وفينيديكتوس وديودروس وكل البطاركة المطوبي الذكر وأيضا نطلب من أجل إخوتنا القائمين بالغيبة القدم والغابين في الغربة، ومن أجل الذين صنعون الرحمة والذين صنعوا مع هذه الكنيسة المقدسة والذين أخدمون والذين خدموا فيها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، وأيضا نطلب من أجل الذين يثمرون والذين يعملون في هذا الهيكل المقدس والذين يتعبون والذين يرتلون فيه، ومن أجل هذا الشعب الواقف المتوقع من لدنك الرحمة الغنية العظمى لك إله الرحيم حب للبشر، ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل وان دار الدائرين. آمين. أيضا وأيضا بحناء الركب إلى الرب نطلب يا ليسون
أيها الرب يسوع المسيح إلهنا المانح البشر سلامك والواهب المؤمنين، أنت بعد معنا في العالم موهبة الروح الكلي قدسه ميراثاً لا ينتزع، الموجه هذه النعمة لتلاميذك الرسل ومرسلها اليوم ظاهراً والواضع في أفواههم وعلى شفاهم ألسنة نارية، بها قبل كل الجنس البشري معرفة الله، كل بلغته الخاصة وبسماع الأذن وبنور الروح استنرنا ومن الضلال انعتقنا كمن ينعتق من الظلام، وبتوزيع الألسن النارية المحسوسة وبفعلها الذي يفوق الطبع تتلمذنا بالإيمان بك، واصطدأنا وتكلمنا في لاهوتك، فإنك مع الآب والروح القدس لاهوت واحد وقوة واحدة وسلطان واحد، فأنت إذن يا شعاع الآب وصورة جوهره وطبيعته الثابتة التي لا تتغير، ينبوع الخلاص والنعمة، افتح شفتي أنا الخاطئ وعلمني كيف ينبغي ومن أجل من يجب أن أصلي، لأنك أنت العارف كثرة خطاياي الغزيرة، لكن تحننك الذي لا يحصى يغلب كثرتها، فها أنا ذا ماثل أمامك بخوف صارخاً، يأس نفسي في لجتي رحمتك فدبر حياتي، أنت المدبر كل الخليقة بكلمتك التي لا ينطق بها وقوة حكمتك التي لا توصف، أيها الميناء الهادئ للممتحنين وعرفني الطريق التي أسلك فيها، وامنح أفكاري روح حكمتك، واهباً جهلي روح فهمك، وظلل أعمالي بروح مخافتك، وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي، وبروح رئاسي شدد ذهني الزالق، لكي أستحق اليوم لعمل وصياك، مقود بروحك الصالح نحو الموافق، وأن أكون دائماً متذكراً حضورك الممجد الفاحص أفعالنا، ولا تتركني أن أنخدع بمغريات هذا العالم المفسدة، بل قوني في أن أهوى التمتع بالكنوز العتيدة، لأنك أنت أيها السيد قلت إن كل ما تطلبونه باسمي تنالونه بغير مانع من قبل الله الآب المساوي لك في الأزلية، فلأجل هذا أنا الخاطئ أطلب إلى صلاحك في حلول روحك القدوس أن تهبني كل ما أطلبه للخلاص. نعم أيها الرب الصالح المانح كل إحسان بغنى، لأنك أنت هو الواهب لنا أكثر مما نطلب، أنت هو الشفوق الرحيم الذي صرت مساهماً لجسدنا من غير خطيئة، أنت هو الذي لأجل محبتك للبشر تتعطفت على الذين يحنون لك ركبهم، إذ صرت غفراناً لخطايانا، امنح يا رب شعبك رأفتك واستمع لنا من سماء قدسك، وقدسهم بقوة خلاص يمينك، واسترهم بستر جناحيك، ولا تعرض عن أعمال يديك، لك وحدك أخطأنا لكننا إياك وحدك نعبد، وما تعلمنا أن نسجد لإله غريب ولا نمد أيدينا إلى إله آخر سواك، أيها السيد اصفح عن زلاتنا واقبل منا ابتهالاتنا بإحناء الركب الجاثية، وامدد يد معونا لنا جميعا واقبل صلاتنا كافة كالبخور المقبول الصاعد أمام ملكك الفائق الصلاح. يا رب يا رب، يا من أنقذتنا من كل سام يطير في النهار
نجنا من كل أمر يسلف الدجى، تقبل رفع أيدينا كذبيح مسائية، أهلنا أن نجوز مسافة الليل بلا عيب غير مجربين من المساوئ، وانقذنا من كل اضطراب وجزع الشياطين. هب نفوسنا تخشعا وأفكارنا اهتماما للفحص في دينونتك العادلة الرهيبة. سمر خشيتك في أجسادنا وأمت أعضانا الأرضية كي نستنير في هدوء الليل بتأمل أحكامك. أبعد عنا كل تخيل رديء وشهوة ضارة، ونهضنا في وقت الصلاة ثابتين في الإيمان ناجحين في حفظ وصاياك. اغدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنا واحفظنا بنعمتك بعد ذكرنا كل قدس طائر الفائق البركة المجيدة سيدتنا واتلى الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. مسرة ونعمة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصال والمحيي الآن كل وان دهر الداهرين. أمين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا مثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصياك. مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تغفل. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أيضا وأيضا إحنا ركب إلى الرب نطلب يا أيها المسيح إلهنا، العين الدائم ينبوعها، المحيي المنيرة، القوة الخالقة، المساوي للآب في الأزلية، يا من لأجل خلاص البشر أكملت جميع التدبير بنوع يفوق الجمال، ومزقت قيود الموت التي لا تنحل، وكسرت أقفال الجحيم، ووطئت كثرة الأرواح الخبيثة، وقدمت ذاتك عنا ذبيحة لا عيب فيها، وأعطيتنا جسدك الطاهر الذي لا دنس فيه البريء من الخطيئة، ومنحتنا الحياة الأبدية لأجل هذه الخدمة المرهوبة التي لا توصف. يا من انحدرت إلى الجحيم وحطمت الأمخال الدهرية وأوضحت مصعداً للجالسين أسفل، واقتنست بطعم الحكمة الإلهية التنين السفلي رأس الشر، وربطته بسلاسل القتام في الجحيم والنار التي لا تطفأ، والظلم القصوى بقوتك الفائق الاقتدار الفائقة الاقتدار. يا حكمة الآب العظيم الاسم الظاهر، معينا عظيما للذين في النوائب، ومنيرا للجالسين في الظلمة وظلال الموت. أنت يا رب المجد الدائم والابن الحبيب للآب العلي، النور الأزلي من النور الأزلي، يا شمس العدل استجب لنا نحن المتضرعين إليك، ونيح نفوس عبيدك الراقدين من أبائنا وإخوتنا وبقية أقاربنا بالجسد وجميع أبناء الإيمان الذين نصنع الآن تذكاراً من أجلهم، لأن بك كل قوة وبيدك تضبط كل الأقطار الأرض أيها السيد الضابط الكل. يا إله الآباء ورب الرحمة وخالق كل جنس مائت وغير مائت وكل طبيعة بشرية ثابتة ومنحلة، يا من بيدك الحياة والموت والعيشة هنا والانتقال إلى هناك، المقدر الأزمنة للأحياء والمحدد الأوقات للموت، المحضر إلى الجحيم والمصعد إلى النعيم، الرابط بالضعف والحال بالقوة، السائس الحاضرات كما ينبغي
والمدبر الآتيات كما يليق، المحيي بأمال القيامة المجروحين بسهم الموت. أنت هو سيد الكل، إلهنا ومخلصنا، يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيداً، يا من في هذا اليوم الأخير العظيم الخلاصي الذي هو يوم العيد الخمسيني أوضحت لنا سر الثالوث المقدس المتساوي في الجوهر والمعادل في الأزلية الذي لا ينقسم ولا يختلط، الذي سكبت على رسلك الأطهار روحك القدوس المحيي بحلوله وحضوره بشكل ألسنة نارية، وأظهرتهم مبشرين بإيماننا الحسن العبادة، وجعلتهم معترفين وكارزين باللاهوت الحقيقي المؤهل إيانا بأن نقبل في هذا العيد الكلي الكمال الخلاصي التوسلات الاستغفارية من أجل المضبوطين في الجحيم، المانح إيانا أمالا عظيمة بأن ترسل للمائتين راحة من المحزنات المستحوذة عليهم وتعزية من لدنك. استمع منا نحن المحزونين الذليلين المتوسلين إليك، ونيح نفوس عبيدك السالف رقادهم، واسكنهم في مكان نير في محل خضرة في مقر راحة حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، ورتب أرواحهم في مضال الصديقين، وأهلهم للسلام والراحة، لأن ليس الأموات يسبحونك يا رب ولا الذين في الجحيم يتجاسرون ويقدمون لك اعترافاً، لكن نحن الأحياء نباركك ونتضرع إليك يا رب، ونقدم لك الصلوات الاستغفارية والطلبات والذبائح من أجل نفوسهم. قدوس المحب البشر، المؤهل إيانا أن نقف في هذه الساعة أمام مجدك الذي لا يدنى منه في تسبيح وتمجيد عجائبك، اغفر لنا نحن عبيدك غير المستحقين، وامنحنا نعمة لكي نقدم لك الآن من قلب منسحق متواضع التمجيد المثلث التقديس والشكر على مواهبك العظيمة التي صنعتها بنا وتصنعها كل حين. اذكر يا رب ضعفنا ولا تهلكنا بآثامنا، لكن اصنع مع ذلنا رحمة عظيمة لكي إذا نجونا من ظلمة الخطيئة نمشي في نهار العدل ونلبس سلاح النور ونصير متوقعين معتوقين من كل رزايا الشرير، ونمجدك بدالة على كل شيء أيها الإله الحقيقي وحدك المحب البشر، لأنه بيدك بالحقيقة أيها الخالق وسيد الكل ذاك السر العظيم، أعني حل مخلوقاتك الوقتي وإعادتها فيما بعد وإراحتها إلى الأبد. لك نعترف بالمنة على كل شيء، على دخولنا إلى هذا العالم وعلى خروجنا منه. يا من أنذرتنا بآمال القيامة والحياة التي لا يشوبها فساد بمواعيدك الصادقة التي سنتمتع بها في حضورك الثاني العتيد، لأنك أنت هو بدء قيامتنا والقاضي العادل الشفوق على أعمالنا وسيد المجازاة وربها، المشارك لنا بالتقرب في اللحم والدم الذي به أخذت تجربة آلامنا طوعاً من أجل إفراط تنازلك وتحنن رأفتك، وعندما تجربت بما تألمت به صرت لنا نحن المجربين معيناً من ذاتك، ولأجل هذا اقتدتنا إلى عدم الآلام. فاقبل الآن أيها السيد توسلاتنا وتضرعاتنا، وأرح كل واحد من آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وكل من هو من جنسنا وجميع النفوس التي تنيحت على رجاء القيامة والحياة الأبدية، ورتب أرواحهم وأسماءهم في سفر الحياة في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب في بلدة الأحياء في ملكوت السماوات في فردوس النعيم، وادخلهم جميعاً إلى مساكنك المقدسة بملائكتك النورانيين،
واقم أجسادنا في اليوم الذي حددته حسب مواعيدك غير الكاذبة، لأن ليس يوجد أيها الرب موت لعبيدك المنتقلين النازحين عن الجسد والوافدين إليك أيها الإله، لكن انتقال من المحزنات إلى المبهجات والصالحات وراحة وفرح. وإن كنا قد خطئنا إليك في شيء فاغفر وتعطف علينا وعليهم، لأنه ليس أحد بريئا من الدنس أمامك، ولو أن حياته يوما واحد سواك أنت وحدك يا يسوع المسيح ربنا الذي ظهرت على الأرض بغير خطيئة. وبك نرجو جميعنا أن نحظى بالرحمة وغفران الخطايا. لأجل هذا أيها الإله الصالح المحب البشر، اترك لنا ولهم واغفر واصفح لنا ولهم، وتجاوز عن سقطاتنا الطوعية والكرهية التي بمعرفة والتي بغير معرفة، الظاهرة والخفية، والتي بالقول والتي بالفعل، والتي بالفكر والتي بكل تصرفاتنا وحركاتنا. أما من سبق انتقالهم عنا فامنحهم العتق والراحة، وأما نحن الحاضرين فباركنا جميعا وأعطنا وكل شعبك آخرة صالحة سلامية، وامنحنا عواطف رحمتك وتحننك ومحبتك للبشر في حين حضورك المفزع الرهيب، وأهلنا لملكوتك. أيها الإله العظيم المتعالي الحاوي وحده عدم الموت الساكن في النور الذي لا يدنى منه، يا من خلقت كل البرايا بحكمة وفصلت فيما بين النور والظلام، ووضعت الشمس لسلطان النهار والقمر والكواكب لسلطان الليل، يا من أهلتنا نحن الخطأ في هذا اليوم الحاضر أن ندرك وجهك بالاعتراف ونقدم لك عبادة مسائية. أنت أيها الرب المحب البشر، قوم صلواتنا مثل البخور أمامك، واقبل كرائحة ذكية. هب لنا هذا المساء الحاضر والليل المقبل سلاميين، سربلنا بأسلحة النور، أنقذنا من الخوف الليلي ومن كل أمر يسلك في الظلمة، أعطنا النوم الذي وهبته راحة لضعفنا أن يكون معتوقا من كل تخيل شيطاني. نعم أيها السيد الرازق الصالحات للكل، لكي إذا ما كنا متخشعين في مضاجعنا نذكر في الليل اسمك الكلي قدسه، وإذا ما كنا مستنيرين بهذيذ وصاياك ننهض بنفس مبتهجة إلى تمجيد صلاحك، مقدمين طلبات وتوسلات إلى حنوك من أجل خطايانا ومن أجل كل شعبك. شفاعة قديس واكلا تقدنا بالرحمة، اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكل القدس الطائر الفائق البركة المجيد سيد ذاتنا وأكلت دائماً مريم مع جميع القديسين، نودع أنفسنا وبعضنا بعضاً كل حياتنا للمسيح الإله، لأنك أنت وأنت راحة نفوسنا وأجسادنا، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل وآن دهر الداهرين. آمين. نكمل طلباتنا طلباتنا المسائية لرب يا ليسوع، أدتو أكاليس وارحم أكفالنا يا الله بنعمتك يا رب، أن يكون مساونا كله كاملا مكدسا سلامية بلا خطية من ربنا سال، استجب يا رب ملك السلام المرشد العالمين خبيثا لنفوسنا واجسادنا من ربنا سال، استجب يا رب غفرانا كاتا يانا وسفكا ذنوبنا من ربنا سال، استجب يا رب خليقات والمفقات لنفوسنا والسلام للعالم من ربنا سال، استجب يا رب ونتمم بقية زمان حياتنا بسلام ودوب من ربنا سال، استجب يا رب أن تكون وآخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا حزين وجوابا خاصا لآدم من بر المسيح
ارمنكم بنصر واسفكيريا بعد ذكرنا الكلية الكنداسة تاخر الفايكة البركة المجيدة سيداتنا والدادين لله دائما البدولية ماريا مع جميع الكنسين من هندي أنفسنا وباتنا بعدا وكل حياتنا للمسيح لله لك يا رب لأنك الإله الصالح المحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحن روسنا لرب لك يا رب أيها الرب إلهنا يا من طعت السماوات ونزل لخلاص جنس البشر انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك لأن عبيدك قد أحقد أحنوا رؤوسهم وأخضوا أعناقهم لك أيها القاضي المرهوب المحب البشر وليس هم منتظرين المعونة من بشر لكنهم منتظرون رحمتك ومتوقعون خلاصك فاحفظهم في كل حين في هذا المساء الحاضر والليل المقبل من كل عدو ومن كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الخبيثة ليكن عز ملكك مباركا مجدا أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الداهرين آمين نعم لقد صارت الآن الألسنة آيات واضحة للكل لأن اليهود الذين منهم المسيح قد انقسموا بعدم الإيمان فسقطوا من النعمة الإلهية ومن النور السماوي اللذين حظينا بهما نحن الذين من الأمم متايدين بأقوال التلاميذ الناطقين بمجد إله الكل المحسن الذين معهم نحن القلب مع الركاب ونسجد بإيمان للروح القدس مشددين بمخلص نفوسنا قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي ان الروح المعزي انسكب على كل جسد لانه ابتدى من صف الرسل ومنهم بسط النعمة بواسطة الشركة على المؤمنين وأكد حضوره المقتدر بتوزيع الألسنة على التلاميذ بالشكل النري للمسيح الإله ومجده فمعهم باستنارة القلوب عقلياً وبتأييد الإيمان الأكيد نبتهل إلى الروح القدس أن يخلص نفوسنا وتطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني إن رسول المسيح قد تسربلوا الآن عزا وقوة من الأعلى لأن المعازي جددهم وجدد فيهم معرفة الأسرار الجديدة التي كرزوا لنا بها بنغمات غريبة
يعلمون أن نمجد الإله المحسن للكون ذا الطبيعة الأزلية البسيطة المثلثة الأقانيم. لذا إذ قد استضعنا بتعاليمهم فلنسجد للأب والابن والروح القدس مبتعدين أن يخلص نفوسنا. دائرين آمين. هلما أيها الشعوب نسجد للثالوث المثلث الأقانيم ابن في الآب مع روح قدس لأن الآب قد ولد خلوا من زمان ابنا مساويا له في الأزلية والعرش. الروح القدس كان في الآب ممجدا مع الابن قوة واحدة جوار واحد لاهوت واحد الذي نسجد له جميعنا قائلين قدوس الله الذي أبدع كل شيء بالابن وبوزارات الروح القدس قدوس قوي الذي بعرفنا الاب والروح القدس واقبل الى العالم قدوس الذي لا الروح المعزي المنبثق من الآب المستقر في الابن أيها الثالوث القدوس المجد لا أن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجوه كل الشعوب نوراً لسالان الأمم ومجداً لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا. من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. مبارك مبارك أنت أيها
الطبيب المسكون تقطع راسه يا محب البشر المجدونا ευλογητώσι Χριστέ ο Θεός ημών ο πανσόβος τους άνοισαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινέστας φιλανθρώπε δόξα. المسيح الان المدرسه المباركه من كل حين الان في الاوان دهر الدائرين امين. ليوطدنا الرب الاله ايمان الحسن العباده الارثوذكسي المقدس الخالي من الشوائب مع هذه البطريركيه والابرشيه وهذه الكنيسه المقدسه والدير والوطن الى دهر الداهرين امين. ايتها الفائق قدسها والده الاله خلصينا. يا من هي اكرم من الشرابيم وارفع مجدا بغير قياس من السرافيم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله إياك نعظم. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من أخلى نفسه من الأحضان الأبوية الإلهية ونزل من السماء على الأرض واتخذ طبيعتنا وألهها ثم عاد وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الله الآب وأرسل الروح القدس الإلهي المساوي له في الأبدية المساوي له ولأبيه في الجوهر والقدرة والمجد والأزلية إلى تلاميذه الرسل القديسين وأنارهم به وبهم أنار المسكونة كلها. أنت بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأسباب وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحهم يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الحفاظ والقديسين المشرفين الملكين عبد الملك المتوجهين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد وسنيكم عديدة ومباركة وبالقداسة
بصلوات أبائنا القديسين أيها رب يسوع المسيح إلى رحمنا وخمسنا. آمين. كل سنة وأنتم سالمين أبنائي، ربنا يحميكم، نعمة الروح القدس دائما تكون معنا وتعطينا كل نعمة وبركة. وجودكم ربنا يحميكم، بركاتكم وصلواتك أبونا بركاتكم.